بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. اولا اشكركم لانكم دول بركه اني اجي اقعد معاكم واسمع منكم. انا النهارده ناوي اسمع يعني اكتر ما اتكلم لو سمحتوا لي. الموضوع بتاع حضرتكم عارفين موضوع ايه النهارده؟ ما قلتلهمش ليه؟ خليتهم يجوا متحمسين شويه. قايلين كيف تختار شريك حياتك؟ ايه رايكم؟ اصعب حاجه في الدنيا صح؟ نعم؟ كده ريح نفسه يروح راشق بدماغه كده ويختار اي حد ويقول ده نصيبي. طب خلينا نسال نمسك النقطه اللي قالها الاخ ده عشان دي مهمه قوي. اسم حضرتك ايه؟ بطرس قال ده نصيبي. هل فيكم حد يؤمن ان هناك بره؟ هل اسمك ايه؟ ميرا بتقول مفيش حاجه اسمها نصيب، مفيش حاجه اسمها حظ. الفكره كلها هل انتوا تؤمنوا ان في بره في العالم في واحده ماشيه في حته في بلد دي بتاعتك؟ هل تؤمنوا كده ان كل واحد ليه نصيبه في حته واحده دي نصيبه كده؟ اه رجعت في كلامك تاني. طب ما انجزين في بعض ليه يعني؟ انتوا تحبوا بعض و ايه رأي الرجالة؟ طب ربنا ملوش دور في القصة دي؟ ما دام مش نصيب، ما هو نصيب دي يعني دي مشيئة ربنا، نصيبك يا بنتي وشيليه، نصيبك يا ابني وشيله، نعم. طب ازاي بقى، ازاي احنا نختار عروسة أو نختار عريس؟ حسب مشيئته يعني. ازاي يعني؟ أحط أسامي على المذبح؟ لا أنت بعيد قوي كده مش هسمعك. تعال اقول توافق ديني يعني، يعني انتوا الاثنين مسيحيين يعني؟ ايه؟ لا حضرتك تقرب شويه. اشقط كروك صدقت ان احذفه. تعال تعال وانت عشان ما تكشش يعني، تعال مش مهم قول. لا قول في الميكروفون بقى. تقول لي في ودني؟ لا في توافق فكري الاول ده مهم. الاخ مشيل بيقول توافق فكري. انا عايز حد يقول لي يعني ايه توافق فكري يعني؟ ما هو ساعات نقول توافق فكري واحنا هدفي انها تبقى ماشيه على كلامي يعني، اللي اقوله تمشي عليه. لما يجي واحد يقول لك ايه خطيبتي ما بسمعش كلامي في رجاله، طيب هل انت بتقول كلام معقول يتسمع ولا كلامك ده لا مؤاخذه يعني اي كلام؟ يقول لك لا انا عايز واحده مطيعه. يعني ايه واحده مطيعه؟ يعني واحده ما بتنطقش، حته خشبه. اه كله هنا موافق. لا احنا عايزين يعني ايه؟ هو بيقول توافق فكري. يعني ايه توافق فكري؟ يعني ايه توافق فكري؟ طب انت عارف فكرك ايه؟ انت عارف دماغك فيها ايه؟ افكار. يعني ايه نفس التفكير؟ طب هو مهم بالنسبه له الكوره، مين قال دي مهمه ومين قال دي تافهه؟ افرض انت عندك مشكله، انا في رايي انها تافهه، بفرك وانت قاعده تعملي بقالك يومين تعملي مانيكير وضفر الكسر فعملت مناحة عليه، وانا شايف ان دي منتهى التفاهة في الدنيا وانت شايف ان دي منتهى القمة في الدنيا. ينفع تتعامل كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش حد يتفه حاجة حد. كل حاجة مهمة لصاحبها مش كده؟ فانتوا دخلتوا نطيتوا في موضوع في نصه، انا مش عايز ابتدي كده. انا كان سؤالي الاول ايه؟ هل في اسم ونصيب في الجواز؟ طيب اللي موافق على اسم ونصيب يرفع ايديه. يا انا مذهول ان الرجاله هي اللي موافقه على الكلام ده، مع ان الراجل هو اللي بيختار. يعني احنا في المجتمع المصري دي مشكله انا عارفها، ان الراجل بيختار والست بتوافق. هو يعني ايه اسم ونصيب؟ اعرفه اشوف وشه بس. حضرتك
بص، ما تدخليش في فروع جانبيه. اللي اسمه ونصيب هنخش يعني ايه مقصود بيها مشيئه ربنا، يعني مقصود باسمه ونصيب مشيئه ربنا. هل ربنا له مشيئه مباشره في جوازك ولا لا؟ ولا المشيئه دي معناها ان انا احط اسمين على المذبح وهو صار متسهله؟ هو احنا هنتكلم كده ننط في الكلام، ننظم الدنيا عشان نتكلم، خصوصا ان انا عندي نص ساعه بس، مش انا عندي ساعات بس هم قالوا لي نص ساعه. ايه بس بقول لك، انت خليك ورا تاني، ارجع ورا. مش حاجه اسمها اسمه اصبروا بس، احنا مش اصل، بصوا يا جماعه، احنا نناقش افكار لتخدم على الفكره الاصليه بتاعتنا، انما لو خدنا كل فكره هنقولها وعملناها موضوع مش هنخلص، يبقى نقعد لتاني يوم. الاسم والنصيب مش هنتفاهم فيه، انا بسال سؤال واضح، هل ربنا له مشيئه في زواجي اختيار شريك حياتي ولا لا؟ الاجابه اه. ازاي؟ ده السؤال الثاني، ازاي ربنا يبقى له مشيئه؟ هل بختك يا وفيت اخش كده على البنات واروح قافش في واحده زي الفراخ كده واقول هي دي؟ قول يا رب يا رب حط في ايدي البنت اللي انا عايز تطلع، هي تطلع سودة تطلع بيضة تطلع كارتة تطلع زي ما تطلع، هو ده ينفع؟ طيب هل ينفع اقول لا النهاردة، هل ينفع اقول انا لقيت الدنيا متسهلة، رحت يوم ما نزلت العربية كانت زي الفل، ورحنا لقيت راجل بيقول لي الله يبارك لك، وعقبال ما تتجوز واحد قال لي تاني، فانا اعتبرت دي اشارات من ربنا، ورحت دخلت لقيت ابوها بيضحك فوق. كتير جدا احنا بناخد قرارات في حياتنا غير الجواز كده، غير متسهله خلاص، مع ان في ايه عندنا صارخه في الكتاب المقدس بتقول ايه؟ هناك طرقا تبدو للانسان مستقيمه ولكن عاقبتها طرق الموت. وعندنا قصة واحد كده كانت دنيته متسهلة ورشقة مهببة في حياته، ليونان النبي نزل لقى مركب ورايح الحتة اللي هو عايز يروحها، وليها ليه مكان فيها ولقى تذكرة. ايه ده ربنا مسهلها، هو طلع طب ماشي في سكة غلط وبلع حوت. ربنا يكفيكوا الشر ان حد يبلعكوا حوت. امال ايه دور ربنا في الموضوع ده؟ لا ما تقولش انت خلاص، انت ليك مرة واحدة في القعدة. لا ثانية واحدة، اسمع حد تاني، اتفضل. ارشادك؟ ارشاد ازاي يعني؟ انا سامعك. بقول دور ربنا بيكون ارشادي في كيفيه اختياره. ماشي، يعني ازاي برضه؟ انت غمضتها اكتر، يعني بقت غامضه جدا. غمضتها، لا غمضتها، انا مش فاهم. فدام هو مش فاهم يبقى دول مش فاهمين يعني. ربنا يرشدني، يرشدني ازاي؟ من خلال الكتاب المقدس. حلو قوي، جميل. افتح كتاب مقدس واختار عروسه. ما هو ثانيه واحده، انا نفسي، عشان ما انا مش عايز اقلبها تهريج، بس انا نفسي افهمكم حاجه. بطلوا الكليشيهات اللي انت مش عارف معناها ايه، او احنا بنقولها كتير في الكنيسه طول عمري، وانا حتى قدكم كده اقول ايه الكلام اللي يقول لك امتلئ بالمسيح. يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه عشان امتلئ بالمسيح؟ قول لي كلام اعرف اطبقه. فانت تقول لي الانجيل، اقول لك انا اعرف ناس كتير بتفتح كتاب مقدس. ففتح عايز يسمي ابنه، فطلع له يا عبيص، عايز يسمي ابنه يا عبيص، يقول لي الكتاب المقدس قال لي سمي يا عبيص، وينزل الواد في الشوارع اسمه يا عبيص. وده القديس في الكنيسه ما نقدرش نضربه تعظيم سلام، ما ينفعش. او حضرتك حد فرسك فرسه، فقلت لا انا مش هسكت على الفرسه دي، انا هنزل وهفرجه هروقه، وخدت لك اتنين من البهوات المحترمين زيك، وخدت لك شوم ورايح تكسر دماغه او تكسر له محل، وبعدين ضميرك نقحك. فقلت بقى زي ما انت قلت اشوف الكتاب المقدس. انا ما اعتقدش كده على اكمل كلامي. طيب رحت فاتح كتاب مقدس، لقيت ايه بتقول لك ايه؟ ما تريد ان تفعله فافعله سريعا. رحت ماشي. عارفين الآية دي مين قالها لمين؟ طبعا قالها لمين. طب برضو واحد تاني يعني عينه زاغت على حاجة في المكتبة هنا، هو خدها وخرج بيها، وبعد ما خرج بيها ضميره وجعه، فرجع فتح كتاب مقدس فلقى مكتوب آية ايه؟ المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ.
انا مش ضد الكتاب المقدس، انا بدي محاضره اسمها استخدام الكتاب المقدس في الخدمه وفي المشوره، بس دي طريقه ان انا اختار عمياني كده. لا طب ايه دي؟ قول لي بقى صح ايه حضرتك، قول لي الصح ايه الكتاب المقدس استخدمه ازاي في اختيار شريك حياتي. انا اشوف الامثله في الكتاب المقدس اللي بان عليها اختيار ناجح واطبقها ازاي، اشرح لي بتفصيل اكتر. زي اختيار امرأة اسحاق، انت هتختار زي ما اختار اسحاق، زي ما هشوف الحاجات اللي بيختاروا بناء عليها، شاف الشخصيه، شاف انها ما شافش الشخصيه، ما شافش الشخصيه، شاف انها كلمته وسائل اهتماله وعملت. لا 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 لا، هو قال اللي هتعمل دي حطها علامه، مش دي درست شخصيه. وانا النهارده يعني انت لو اتجوزت النهارده بالمنطق ده، ده انت هترشق في حيطه، هتقول لك اللي هتدخل تقول لي مساء الخير، هتبقى هي دي قالت لك مساء الخير وطلعت مساء الخير. انا بضرب مثل يعني، حد من الكلمات بتدل على انها انسانه مطيعه، انسانه كريمه، حد من الحاجات مش او بترسم عليك. لا انا السكه دي مش صح، انا نفسي يبقى اتفضل حضرتك. ايوه في كلام مباشر في العهد القديم، ها حلو قوي جميل، انا عجبني الكلام ده، ان انا هو الكتاب المقدس رسم لي مش العهد القديم، في العهد الجديد كمان، في رسم لي شكل المراه، فانا بختار اكوردنج او طبقا لمواصفات اللي حطها الكتاب المقدس. موافقك صح كده. عايز اعمم الفكره دي اكتر، ان انا لو دماغي دي، اصل احنا النهارده ايه يعني، ما تزعلش مني ان انا بس بستغل بجيب رجلي عشان يبقى في موضوع للمناقشه. احنا كلنا بنتعامل مع الكتاب المقدس بطريقه خاطئه كلنا في حياتنا في اي حاجه، انما لو انا عايز الصح اكلمكم بلغه الكمبيوتر، فرمط دماغك زي الكتاب المقدس، اما يبقى الكتاب المقدس ده هو هنا، انا مش محتاج كل شويه تانية اروح لابونا اديله ورقتين على المسبح اقعد يشوف لي الموضوع ده، اخد الوظيفه دي ولا ما اخدهاش. أنا الدنيا واضحة جدا، لتكون لكم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر، يبقى أنا أصلا عشان أدخل ربنا لازم أصلا دماغي دي تبقى بتاعت ربنا، وأقول إن دماغ فلان دي زي الكتاب المقدس بالظبط، وبالتالي يقول لك تتجوز اسمها إيه؟ ميرة، تتجوز ميرة؟ أقول طبعا. ليه؟ واحد اتنين تلاتة من زي الكتاب المقدس. طب ما تتجوزش ميرة، لا لا أثينا ما تنفعنيش، بنت حلوة وظريفة وزي الفل بس مش بتاعتي أنا. يبقى ده دور الكتاب المقدس. طيب قبل دور الكتاب المقدس انا عايز اقول لكم حاجه، هضرب المساله ده بالرجاله لان ما عنديش امثله في الكتاب المقدس كتير على الستات. احنا عندنا هقول لكم نماذج، عندنا واحد اسمه بولس الرسول. فين بولس الرسول دلوقتي؟ فين؟ محتاجه تفكير دي؟ في السماء. فين في السماء؟ في الفردوس. مش كده؟ مش كده؟ ده راجل من اصحاب الاكاليل، ده راجل يعني تعب فظيع. وعندي واحد اسمه بطرس. بطرس ده ايه رايك فيه؟ شخصية ظريفة جدا يعني. هايل في السماء. وعندي واحد اسمه توما في السماء. وعندي واحد اسمه فيلبس، وعندي واحد اسمه يوحنا. لو جالك عريس الأربعة دول تاخدي مين فيهم؟ أي حد؟ أي حد؟ طيب هي بتقول اي حد، اي حد فيهم ينفع؟ لا يعني مش همك قوي انه بتاع ربنا. شوف هي بتقول ايه ميرا، بتقول يكون مناسب ليا مش مهم ان يكون بتاع ربنا، لا انا طبعا بجيب رجلها في الغلط، انما اكشولي القصد ايه؟ ان كونه كويس وبتاع ربنا ده لا يعني بالضروره يكون زوج صالح او زوجه صالحه. ليه؟ في حاجه اسمها الشخصيه، مش كده؟ بولس الرسول ايه بوصل عشان افهمكم الفرق ازاي. بولس الرسول شخصيه احنا بنسميها في التقسيم شخصيه، دي قطر ماشي بياخد في وشه، ما عندوش نص نص. ايام ما كان بعيد عن الايمان كان ماشي يقبض على المسيحيين ويحبسهم ويموت، ووقف وكان راضيا عن قتله. عن قتل مين؟ استفانوس. ده دخل المسيحيين من باب القتل، قتل واحد مسيحي. وبعدين اما بقى في الايمان قطر برضه في موقف كده في غلاطيا اشتبك مع مين؟ مع بطرس. مين بطرس ده؟ عمه الكبير. ده قابله في الايمان والتلاميذ كانوا بيعتبروه الكبير بتاعهم. وليه وضعه؟
ما ينفعش اقول قاومته لانه كان ملوما واروح كاتبها في رساله وابعتها للاجيال. قال كده، قال له قلت له انت ترائي. يا نهار اسود، ايه يا عم بولس؟ يقول لك لا بولس كده، هو كده يقول الله واعرف عينه، هو كده شخصيته كده وربنا حبه كده. وما في مره قال على نفسه كنت مضطهدا للكنيسه ومفتريا. عارفين مفتري يعني ايه؟ يعني بتدلع ناس. دي شخصيته، شخصية شديدة، شخصية ربنا عايزه في حتته. تتجوزي ده تقول لك لا ما تجوزوش، انت تتجوزيه، انت عايزة واحد كده، تحب واحد كده. يبقى كل بتاع ربنا دي لا تعني ان كل بتاع ربنا هينفعوني، ومش محتاجة. خلي بالك ان انا اصلي قوي، انا بصلي بس عشان ما توهش ربنا ما يشردني. لو انا ابنه من زمان او بنته من زمان ودماغي زي دماغه، انا عارف بولس ده تحفه في الملكوت بس ما ينفعنيش انا. انتوا عارفين في خناقه حصلت بين بولس ومين؟ لا، برنابا. برافو عليكي. على موقف في الخدمه قفش، قال له ما اخدوش، ما اخدش بولس معايا، اللي ما ابتداش معانا ما يكملش. ربنا ما قالش ان دي غزاه، هو واحد شخصيته، هو ده واحد عايز ياخد واحد والتاني عايز ياخد واحد تاني. ومرقص خد، كان برنابا يقرب لمرقص، خاله خده والتاني خد لقى معاه وراحوا. وبعدين رجع يقول لك ايه، شوف بقى الشخصيات الناضجه، الشخصيات المتوازنه يعني. بولس يقول لك هات مرقص معاك لانه نافع لي الخدمه. الله، مش انت قلت تاني وحش؟ اه انا قلت بس غير رايي. ده بولس. طب ايه رايكم في بطرس؟ ينفع الجواز العريس ده؟ هو مواصفاته ايه؟ مواصفات بطرس ايه؟ شخص باشنت، عاطفة. طب ليه السيد المسيح ما غيروش؟ هو غير عيوب من الشخصية، يعني بولس كان راجل مفتري وبيأذي الناس، أما دخل المسيح ما غيرش نوع الشخصية إنما غير عيوبها. بطرس كان شخصية عاطفية مندفعة، الاندفاع ده مش ميزة. فبعد الإيمان ما بقاش مندفع بس لسه عاطفي قوي، يعني إيه؟ يحب؟ يحب قوي. يكره؟ يكره قوي. هو هذا البطرس هو اللي استل سيف وضرب عبد الرئيس الكهنه، وبعدها بشويه ظهر انكر المسيح، وبعدها بشويه مات من اجل المسيح، وما مات ما رضاش يتصلب الا منكس الراس. عايز ده؟ ولا يرضيك يوحنا؟ رايق، ناعم، جميل، ملوش في الخلافات، ملوش في الصدمات، قعد لغايه سن 100 سنه يشيلوه يجيبوه الكنيسه ويحطوه على المنبر يقول كلمتين، الوعظه كلمتين، يا اولادي احبوا بعضكم بعضا. روح ماشي. عايز ده؟ يريحك ده في بيتك؟ ماشي. طب توما، توما على فكره انا اوعى حد يقول شكاك، ازعل منكم قوي، انا توما مش شكاك، توما عقلاني. راجل لولا هو عمل اللي عمله ما كناش احنا كلنا قعدنا في الكنيسه النهارده. لانه خد ايده، هو خد ايدينا كلنا وحطها في ايه؟ في جنب المسيح، مش هو. انه هو راجل عقلاني، اتكلم بالعقل. وبالتالي انا عايز واحد دماغه الحكماء، اما نيجي نقعد نتكلم عايزين نعمل حاجه فلانيه، يقول لك ثانيه واحده نحسبها باندفاع، لا نحسب. هو ده بوق توما، عايز ده؟ اهلا وسهلا. كل دول بتوع ربنا. وفيلبس، انا ذكرت فيلبس، فيلبس لما تلاقي اي ارقام مكتوبه في الاناجيل تلاقي فيلبس اللي بيتكلم. لا يكفيهم خبز ب200 دينار لكي ياخذ كل منهما شيئا يسيرا، دي قالها فيلبس. ربنا قال له وكلوا الناس محاسب. 5000 عدى النساء والاطفال، يعني احنا معانا كده 15000. 15000 16000 العيش بكام؟ ندي كل واحد شيئا يسيرا ضرب 200 دينار. عايزين 200 دينار. عايز ده؟ اهلا وسهلا. يبقى اذا كونه يعرف ربنا دي شرط اساسي عندنا، ومعرفه ربنا تعني ان قلبه وعقله في ربنا، وربنا هو اللي حاكم حياته ومفرمط دماغه بكلمته وبكلمته اللي على المذبح. ادي بتاع ربنا عندي. وبعدين بتوع ربنا كلهم مش زي بعض. انا ممكن بقى نسيبك بقى من الرسل، ممكن اتجوز نبيل المصري. ابقى سعيده جدا مع الشخصيه دي. بس لو جوزت نبيل نصر الثاني لا مش هبقى سعيده، مع ان نبيل نصر الثاني برضه خادم كويس في الكنيسه وناجح وهيخش السما، بس ده اقرب ليا. الشخصيه دي اقرب. طبعا انا بتكلم على الاولاد عشان انا راجل، لما هي الكلام ينطبق على الاثنين. فاذا
انا بشوف الاول التوجه الروحي، بشوف بعد كده الشخصية ايه، ايه رأيكم؟ بعد كده شوف ايه تاني؟ مالي انت اسم حضرتك قلت ايه؟ بطرس برضه؟ هو ابا. طيب بص، بطرس بيقول اهم الشيء او الفلوس. بصوا خلي بس، انا لا استطيع اقول كلام غير كده حقيقي يعني، بس الحقيقه لو الجوازه اتبنت على ده، ثانيه هقول اهو، واحده زعلت اهي انا عارف. لو واحد، بصوا انا كان نفسي اجي الكنيسه دي واخدم عندكم هنا واقعد معاكم القعده اللي انا قاعدها دي، وفرحان جدا، كل ده اهدافي وانتم مستنيني وفرحانين بيا، بس ما كانش عندي عربيه ما كنتش عارف اجي، صح؟ وما كانش عندي عربيه، دبرت عربيه، كلمتكم قلت لكم حد يجي وخدني. فانا مش جاي اخدم عشان العربيه، العربيه ده عامل مساعد. انا مش هقدر احقق كل اللي انا قلته ده ان انا اختار دي الا اذا كان في بيت وفي فلوس، فهذه الوسيله اللي هتوصلني ومش الهدف. انما انا اقول لك الاخ بطرس ده عنده شقه وعنده فلوس وعبيط شويه وعبيط شويتين تاخديه، هتقولي لا طبعا، عشان نرجع نقول ايه؟ يا واخد القرد على ماله يروح المال ويفضل. الله ينور. الحقيقه المثل ده مفيش ادق منه. القرد القرد دي ايه الصفه اللي موجوده في العريس او العروسه؟ ايه هي الصفات الثابته اللي ما بتتغيرش؟ الصفات اللي ما بتتغيرش. الفلوس دي من الصفات الثابته؟ لا، النهارده معايا بكره معيش. اصبري ثانيه واحده عشان ما الفكره تكمل، عشان ما نقعدش نشت ونطلع. هرجع لك. وانا مسكتها هي مثلا، هي مضطهدها مثلا يعني. ف ما قلناه في المثل ده ان انا ابني على ثوابت مش على متغيرات. المال ده متغيرات، فما اقول كده هوت ان المال ده ممكن يكون المال بقى، المال والجمال والحسب والنسب. ياما احنا ناس شفنا في حياتنا ناس كانوا بشوات في مصر بيمشوا قدامهم ناس وبقرار رجع بيتهم ماشي. انا فاكر واحد كنت اعرفه ورجع وصل بيته اتشل لانه كان امموه وكان عنده مصانع، فقالوا له لا، هو حتى العربيه دي حضرتك تروح، ما كانش معاه فلوس في جيبه، ما بيشيلش فلوس في جيبه، فرجع ماشي بيتهم، وصل بيته اتشل. بغزر ده صح ولا غلط، بس انا عايز اقول ايه؟ ان المال متغير، الجمال متغير برضو. اللي انت هتتجوزه بشعر بكره هتلاقيه من غير شعر، اللي هتتجوزها رفيعه بكره تلاقيها تخينه، ولا هتتجوزها حد فبرضه يبقى المال متغير. يبقى ايه الثابت؟ الشخصيه، الطباع، الجوهر، التوجه الروحي. خلي بالكم فعشان كده موضوع الفلوس ده مش ده اللي هيخليني اختار شخصيه غلط، عشان كده ما بجيبوش سيرته خالص. ده الميديوم اللي بينقلني، العربيه اللي بتنقلني. لو النهارده خلاص خلاص بفلوس تعالي اقعدي. طب عشان نكمل الموضوع، الوقت الجري بطريقه صعبه قوي. انا عايز اقول نقطه مهمه جدا في الاختيار. كل الكلام بتقولوه ده صح قوي، بس الحقيقه مش هيوصلكم وبقابلوني لو اتجوزتوا كده، ولو اتجوزتوا يبقى قابلوني برضو ان انتوا تبقوا سعداء. هتبقوا، لان مفيش جواز مسيحي بيفشل. اللي بيفشل الناس، الجواز المسيحي ما يفشلش، لانك انت معاك قدره عجيبه. عايز اقول لكم حاجه غريبه، ما اعرفش انتوا خدتوا بالكم منها ولا لا. الراهب بيخش الدير، الكنيسه ما بتديلوش حاجه، تصلي له بس، ربنا معاك وصلوا كده ويباركوه وخلاص. انما حضرتك لما تيجي تتجوز الكنيسه بتديك سر، يعني جرعه منشطه من الروح القدس، لانها تعلم انك داخل على شيء خطير جدا وعالي جدا ومحتاج معونه. فانا ما ينفعش اتجوز بكل الاهداف دي كلها، لا، انا عايز حاجه اولا تحكمني. هختار ازاي؟ ما هو البنات حلوين هم زي الفل والولاد زي الفل، امال مين اللي هتجوزه؟
اختار ازاي؟ كل الكلام احنا قلناه غير قابل للتطبيق عشان تبقوا عارفين. يا واخد القرد على ماله واخد كل الكلام ده قلناه ماشي، والطباع هي اهم حاجه. طب وريني هتعرف الطباع ازاي؟ كل دي مش قابل للتطبيق. حاجه واحده بس هي اللي تخليني اعرف اختار صح، اللي يقولها لي ياخد مني حاجه حلوه. طيب برضو انا قلت لك من غير صلاه انا جبت الاخ ابونا مين؟ ابونا اب اعترف يعمل ايه في القصه دي؟ لا بلاش الكلام العام ده واللي يودينا في داهيه ده. لا مش عايز الكلام ده، خلينا بس نتكلم ثانيه واحده. ارجع تاني اقول انا كنت بقول ايه ده؟ الكلام قوي. ايه الحاجه الوحيده اللي اختار صح؟ ايه اتبوسك بجد صحيح. اسمك ايه؟ اسحاق. قال اللي انا عايز اقوله، احنا لو كلنا بنفكر زي بعض كنا كل الرجاله اختاروا واحده وكل الستات اختارت واحد، ويبقى الباقي دول يشوفوا لهم شغله ثانيه يعملوها. انما لان احنا مختلفين زي بصمه الصباع بالظبط، حتى لو جبت خمس بنات توائم متربين في بيت واحد مفيش واحد زي الثاني. ليه؟ لان في الاخر اقول لكم الشخصيه دي عامله زي الكيكه، زي الملوخيه. كل الستات عارفين بتتعمل ازاي، كل واحده بتعمل الثانيه بتطلع طعمها مختلف. ليه؟ المكونات الكتيره بتخلي كل شخصيه مختلفه، واحنا زي ما قلت لكم كل واحد ليه فرادته. لان لو انا عندي اتنين زي بعض في الدنيا دي يبقى في واحد ربنا خلقه ملوش لازمه. فانا لازم اعرف انا عاوز ايه. حلو، بس ناقص الاجابه حاجه. لو انا عايز، انا عاوز ايه، محتاج اعرف ايه قبلها؟ بالظبط، اشكرك. اعرف نفسي اللي ينفعني ما ينفعكيش. وعلى فكره اللي بقوله ده على مستوى ايه؟ حتى على مستوى الشكل. عملوا اختبار في الجامعه الامريكيه من كام سنه كده على الجمال، وجابوا 40 صوره لكل من قال عنهم العالم انهم جميلات جدا، ممثلات مصريات وغير مصريات، 40 واحده، وعملوا عينه على 1000 راجل وقالوا رتبهم، قول مين احلى واحده من الثانيه من الثالثه. تفتكروا اكتر واحده خدت اصوات مين؟ ولا واحدة. شوف الراجل، ولا واحدة. ليه؟ لأن الجمال في عين الرائي. أنا بشوف واحدة حلوة لأن أنا عيني شايفاها حلوة، ممكن غيري ما يشوفهاش. فمقياس ده سيبك منه، إنما المهم أعرف أنا مين، وبالتالي أعرف مين ينفعني. صدقوني انا شفت ناس متجوزه كتير، انا طول النهار قعدت في مشاكل في الكنيسه، اقول له انت اتجوزت دي ليه، او انت اتجوزتي ده ليه؟ يقول لك حلو. حلو مش ليك، مش حلو شكلا. يعني مثلا تلاقي واحد هادي، بطاطا جميل جدا رائع، تحطه درجه تلاقيه انسان وديع جدا، من اللي هو يقعد في البيت بال 18 ساعه ما ينزلش، حلو. ومتجوز واحده شعله مش عشعة، والاثنين خدام، والاثنين في منتهى القداسة. هو فتح كتاب مقدس طول النهار بيقرا وبيتامل وبيكتب، وهي بتنزل تفتقد. خلي بالك ان تشوف الشخصيه اثرت في الاداء الروحي ازاي. كل واحد اختار من الحياه الروحيه جانب. تقول له ما ننزل نروح اجتماع، لازم حد يحضر تسبيحه. لا احنا نسبح هنا. طيب خلاص انزل افتقد. يا ماما حرام عليك صحتك، تعالي نقعد نقول حاجه نقرا. انا بكلمكم لو افترضنا انهم اثنين قديسين. يعني ليه؟ الطبع يفرق حتى في اولاد ربنا، وبالعكس ده حتى في اولاد ربنا الطبع بيبقى فرقه اسوأ. ليه؟ كل واحد شايل ايه؟ يفترض الاخوان كده يقول انا بتاع ربنا وانا كلامي صح. فساعات انا بختار اقول له طب انت كده اخترت دي ليه؟ اللي عجبتني، عجبتك تتفرج عليها مش تعيش معاها. اللي يعيش معايا حاجه ولا وعشره غير اللي انا يعجبني. طب ما انا بيعجبني فلان وفلانه 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 وفلانه، تقول لي اتجوز دي؟ اقول لك نيفر. دي اقعد معاها قاعده، نقعد في مؤتمر نتكلم في قاعده كده ظريفه لطيفه تناقشني، اخدها في البيت عندي انسى.
انا عايز نوع تاني. الواد ده ظريف ولطيف وطول ما الناس حواليه بيضحكهم جميل، بتضحكنا قوي، انت جميل. تروح تتقدم لها تقول لك مع نفسك، مع انك عندك الفلوس وعندك العربيه، تقول لا خفيف. الله، ما انت طول ما بتشجعيه. اه بس انا مش عايزه كده. اللي يعجبني حاجه واللي اتجوزه نوع اخر من الاعجاب. طب عشان اختصر، عشان ابقى قلت حاجه ما يبقاش الليله راحت من غير ما نقول حاجه، اسمه بقى انا اللي هتكلم. يبقى لازم اعرف نفسي. انا فاكر مره اول مره في حياتي رحت امريكا، رحت السوبر ماركتات هناك زي من هنا وميدان، يعني حاجه يعني كاشير اللي بيدي حاسب حوالي 70 واحد بس. فداخل انا اشتري زبادي، القصه دي بقولها كتير لانها فعلا بتعبر عن اللي عايز اقوله. فدخلت بسال اللي كان معايا واحد مصري عايش هناك، بقول له عايز زبادي، قال لي خش في الممر ده الايل. دخلت الممر اللي يجي 300 متر كله زبادي، زبادي نص دسم، ربع دسم، ثمن دسم، 1 على 16 من الدسم، واحد بالفراوله، بالخوخ، بالخيار، كل انواع الفاكهه، كل انواع الفليفرز، كل انواع الحلاوه. وايه؟ اكتشفت حاجه غريبه جدا يعني. عايز الفاكهه فوق؟ يعني اول قطمه في الزبادي تبقى هي اللي فاكهه، ولا عايزه تحت باخر قطمه، ولا عايزه ملخبط عليه؟ انا مش بهزر. الشيء العجيب اني تهت. فراح ايه؟ اخينا اللي كان معايا لي ما انت هو ده، راح مشاور لي على واحد، قال لي ده زي اللي في مصر. قلت له يا عم ارحمك. قلت له ارحمنا، احنا في مصر كنا زمان نخش عند الراجل بقى نقول له عندك حاجه ساقعه، اي حاجه متلجه، وبعدين لما تحسنا شويه بنقول حاجه سودة وحاجه بيضة. فين بقى ما وصلنا ان انا لا، انا الكوكا احبها اكتر من البيبسي. الشيء اللي كان ملفت للنظر في هذا المكان ان الناس داخله تجري، كل واحد عارف ايه الطعم اللي هو عايزه. انا عايز تمن دسم، ربع حلاوه، زائد فراوله فوق، وياخده ويطلع. قد كده الناس عارفه نفسها قوي. احنا الدنيا عندنا على الواسع. عايز تتجوز ايه؟ راجل كويس. يعمل ايه؟ يحتويني، يهدي النيله، راجل محترم. ولا صفه من دول تنطبق. انا ممكن اقول الكلام ده على كل قاعدين دول. وعايز بنت حلوه، كل اللي قاعدين قدامي حلوين، بنت ناس، كلهم بنت ناس، بتوع ربنا، كلهم بتوع ربنا. بس دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. يبقى اول خطوه عندي اعرف انا مين. تعرف طريقه تعرف بيها نفسك؟ هتقول لي انا عارف نفسي. لا، ابقى قابلني. ده احنا بنرشق في 100 مشكله بسبب ان انا مش عارف نفسي. عندنا اكثر من طريقه، الوقت مش هيسمح بقى اللي هقول لكم واحده بس. في عندنا وسيله تحليل نفسي اسمها جوهري ويندو، نافذه جوهري. جوهري ده مش لاعب، ده اثنين، واحد اسمه جو واحد اسمه هاري، عملوا الاختراع ده. ايه بقى الاختراع ده؟ قال لك ان الشخصيه متقسمه اربعه، يعني زي مربع كده جواه صليب. الضلع اللي فوق ده الناس، والضلع اللي على الجنب ده انا، والنص الاولاني من الضلع اللي فوق ده متخيلين معايا عشان ما فيش سبوره اشرح عليه. اعرف الناس تعرف عني حاجه، والنص التاني ما يعرفوش. وبالنسبه للضلع بتاعي مقسوم نصين برضو، الضلع اعرف انا اعرف عن نفسي، والنص اللي تحت لا اعرف. فيبقى عندي اربع مربعات. المربع الاولاني اشياء في شخصيتي وفي حياتي يعرفوها الناس عني وانا اعرفها عن نفسي، سماها هو المنطقه المضيئه. يعني كل الناس عارفه ان حضرتك مينا راجل متدين مخلص في عمله، دوافعه خالصة طاهرة. لو رحت قلت له مين توصلني؟ يقول لي اوصلك لو انا عندي وقت. انا عارف انه هيرد، وهو عارف انه هيرد. هيرد الرد ده، كلنا عارفين. اي حد اقول لك مينا يقول لي هيوصلك. ليه؟ انسان واضح. اتجاهاته في الحياة واضحة، اللي هو عايزه واضح، مش معنى ذلك ان هو بيحكي كل اسراره، انما دوافعه واضحة، وواضحة لنفسه وواضحة للناس. دي احلى منطقة في الشخصية، ودي الشخصية المريحة جدا في التعامل. طب في نقطة تانية، مربع تاني هو حاجة الناس كلها تعرفها عني وأنا ما أعرفهاش عن نفسي. هل ينفع إن أنا في حاجة عن نفسي ما أعرفهاش والناس اللي عارفينها؟ ينفع؟ لا ينفع طبعا. إيه زي إيه مثلا؟ وأنت مش عارف عيوبك؟ طب إيه العيب اللي ممكن الناس تبقى عارفاه وأنا مش عارفها؟ الرخامة، ثقيل الظل، الشخص الثقيل الظل اللي دمه تقيل. ما حدش بيقول على نفسه إن دمه تقيل.
انما يروح كده يلاقوا البنات او مهله على البنات دي بتضحك، فيروح يقول بيضحكوا بيحبوني جدا، الشاب مش دريان بعيشته. ودي مرحله ممكن تبقى مؤقته، زي ما تروح تشتغل في شركه جديده تبقى انت مش دريان، يقول لك مكتب المدير ده هنا، تروح مخبط تلاقي مكتب دورة الميه مثلا، تروح داخل يقعدوا يشغلوك كده، يشتغلوك يومين ثلاثه لغايه اما ايه تدرى مين فين بيعمل ايه وازاي. فانت عندك برضه منطقه بيسموها المنطقه الايه؟ العمياء، انا مش شايفها. لما اقول ان انا مثلا خلقي ان انا متكبر شويه، كل الناس عارفه كده، ان نبيل خلقي بيتزرزر. يا جماعه انا ما اتكلمتش، انا بتكلم كويس اهو، اسجل لك تشوف زعق ازاي، واخد بالك؟ المنطقه دي كلنا عندنا، بس الحقيقه كلها بتبقى كبيره، تبقى انت راجل مش دريان بنفسك او ست، يبقى دي منطقه وحشه في الشخصيه. ايضا ايه اللي انا اعرفه عن نفسي والناس ما تعرفوش عني؟ بيسموها منطقه التجنب. كلنا عندنا اسرار، كلنا عندنا ديفوهات في الشخصيه ما نحبش نقولها. الباشا اللي قاعد قدامي، انا بشاور على اي حد يعني، اللي هو نافخ وعضلات، ما حدش يعرف خالص انه يموت رعبا من الصراصير. كان عندي واحد كده اصلا، كنا نلعب معاه واحنا في ثانوي يعني، ايام ما كنا نمسك الصرصار ونخليه الراجل العملاق ده يجري زي الصاروخ، وشه يصفر. انا لو عندي كده ما حبش حد يعرف، واقعد اقول ونزلت ونزلت في الشارع وضربتهم وعملت ومش عارف ايه، محدش يعرف السر ده ولا عايز حد يعرفه. محدش يعرف ان انا اتروقت من الروكسي من اسبوعين ترويقه محترمه يعني، خبر ما مش يسعدني قوي ان الناس تعرف، مش كده؟ ان انا حد من عيلتي اتسجن او اتاخد في الاسم تروق تاني برضه في مره من المرات، مش عايز اعرف الحكايه دي. عندنا مناطق اسمها مناطق ايه؟ التجنب، اللي ضلمه، مش عايز حد انا عارفها، بس مش عايز حد فيكم يعرفها. اخر منطقه بيسموها المنطقه المظلمه، كحل. لا انا شايفها ولا الناس شايفها. ايه دي؟ اللي هي اللي مثلا اما يشوف اي حاجه بتتحرك يتفزع، اما يقعد في مكان عالي يبقى خايف، اما يشوف دم يغمى عليه. كل دي اساسها حاجات انا مش عارفها، ودي منطقه تبع التحليل النفسي يعني، ما اعتقدش ان حد عنده حاجات كتيره من هذا النوع. طب انا اعمل ايه بقى؟ اروح ماسك الانشطه بتاعتي كلها اليوم، امسك انا عملت ايه، واروح مسقطها على الاربع ايه؟ على الاربع ارباع دي، وتشوف انت فين. الحقيقه كل ما كان المربع الكبير هو مضيء، كل ما انت شخصيه سويه سهل التعامل معها قوي. لو انت لقيت ان انت في التجنب، كلها محدش عارف عنك حاجه خالص، ولا تعرف حاجه عن نفسك، وقافل كله على نفسك. ده بقيت لي واحده مره بقول لها جوزك بيشتغل فين؟ قالت لي في البنك. قلت لها انهي بنك؟ قالت لي اللي في روكسي. قلت لها بروكسي فيها 14 بنك او 15 بنك. قالت لي ما اعرفش. قلت لها بيشتغلي في البنك؟ قالت لي بيشتغل في البنك. قلت لها بنك في واحد بيعمل شاي وقهوه، وفي مدير البنك، وفي ناس بينهم، مين فيهم؟ قلت لها ما اعرفش. طب بياخد كام مرتب؟ قالت لي ما اعرفش. فانا قلت دي عبيطه يعني، في حاجه في مخها. فطلبت جوزها، فقلت له الحين حصه المدام يعني سالتها كذا كذا ما بتردش. قال لي ايوه انا ما بحبش حد يعرف عني حاجه. يا سلام، يعني مراتك وما تعرفش انت بتشتغل ايه في البنك ولا حتى. قلت له افرض عزتك. قال لي بابا تحتيها تتكلمه، انما ما حدش يجيني في بنك ولا يعرف هي بتشتغل فين ولا اسم البنك ايه. ده عامل منطقه تجنب ايه؟ واسعه كبيره قوي، مش شايف حاجه، ما ينفعش. نعم؟ ومين قال لك بيكلمها من اساسه يعني؟ فاحنا دي احد وسائل التحليل النفسي اللي اعرف بيها نفسي انا مين. حاجه تانية ممكن الاصحاب بيسموها، مش اي صاحب، صديق معين يكون ليه نفس التوجه ونفس السن، وانسان يتميز بعقل، واقول له اديني فيدباك، والفيدباك ده يعني اديني رايك في اللي بعمله، بشرط ان يكون هذا وصفي وليس تقويمي. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم مثلا بقول الكلمه النهارده، فانا اسال رشيل في الاخر، اقول لها رشيل قولي لي انا اتكلمت كويس ولا لا. ف مش انا اللي عايزه انها تقول لي لا، ده انت كنت اخر رخامه، انت كنت فوق خالص في الرخامه النهارده، غلست على الناس غلاسه فظيعه، ده مش اللي انا عايزه. انما اللي عايزه ايه؟ تقول لي على فكره انت في اربعه كبستهم ما خلاهمش يتكلموا، وفي انت طولت نص ساعه. هي بتقول لي فاكتس، حقائق، انا محتاج حد امين يقول لي كده. على فكره انا اما احيانا بوصف الكنيسه عندي شخص اروح له، والشخص ده ما حدش عارفه خالص، اقول له ايه رايك؟
يقول لي انا عايز حد يرشدني، مش عايز حد يقول لي واو، مش عايز دي، انا عايز. يقول لي انت طولت النهارده، انت قلت كلام كتير جدا الناس مش هتستوعبه، يعني افكار كتيره، خلي الوعظه فيها فكرتين او ثلاثه. لغايه النهارده اما بتكلم اروح له اقول له، وهو راجل عادي جدا، بس هو راجل بيديني راي تقويمي. دي ممكن احد الطرق. ممكن حاجه اسمها الموقع في الحياه. احنا كلنا عاملين زي سويتش. السويتش ده انت بتكلمني فانا بوصلك عندي على السويتش على حد. انا جوايا ثلاث اشخاص. الشخص الاولاني هو اسمه الوالد، والشخص الثاني اسمه الناضج، والشخص الثالث اسمه الطفل. مواصفاته الوالد هو الذي يحضن ويحمي ويعتني، واخد بالك، وغبي سنه، غبي في التنفيذ يعني حافظ مش فاهم. هي كده زي ما ابويا قال لي، انا بقول لك اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. في حد يعمل كده؟ يقول لي اه احنا في عيلتنا بنعمل كده. طب حضرتك فكرت ان الموضوع ده ينفع؟ من غير ما افكر، ابويا فكر. فاهم ازاي؟ ده حافظ مش فاهم. طب مين الناضج ده؟ الناضج ده اللي بيستخدم دماغه. حضرتك هتنزل تلبس اللبس ده، اللبس ده ضايق عليك، والضيق ده بيعمل كذا كذا كذا. انت حر، بس انا بقول لك اللبس الضيق ده هيضرك في حته فلانيه، او السجاير بتضرك في الحاجه الفلانيه، بناخد ونده وما خرجش. يا تقنعني يا اقنعك. الطفل هو المشاعر. مشاعر يعني ايه؟ المشاعر كلنا عندنا مشاعر، وكلنا اتعلمنا ان المشاعر دي غلط، مع ان ده مش صح، بس عبر ازاي وامتى؟ وهل انا ينفع اتعامل بالمشاعر دي على طول؟ يوه انتوا قرفتوني، واروح ماخد بعضي وماشي. ما هو ده الطفل اللي جوايا، ما عجبوش، اتخنق، اصل قفشت، اصل قفلت، واخد بالك؟ ما ينفعش. اضرب مثال عشان تعرفوا يعني دي مدى تطبيقها على الحياه ايه. هفترض ان انا وانا نازل جاي لكم واقول لمراتي مفتاح العربيه فين؟ فحسب هي مودها، على فكره احنا مش كده، احنا عندنا التلاته وبنبدل بينهم. فبقول لها مفتاح العربيه فين؟ فتقول لي انت طول عمرك كده تضيع المفاتيح وتقول وروني فين هي. ده مين اللي رد عليا ده؟ مين؟ الاب ولا الناضج ولا الطفل؟ الاب. برافو عليك، وبخ، كلم، شيل، ما تحطش. على فكره نص البيوت بتخرب من الحكايه دي، ما تحطش كوبايه شاي هنا عشان انا مسحه دلوقتي، ما تقزقش لب، ما تعملش مش عارف ايه. طب قولي بطريقه اظرف عشان الراجل ما يقفش، هو هينفذ لك اللي انت عايزاه، بس اللي فارق معاه الطريقه. ده اسمه ايه؟ الوالد، اللي بيدي اوامر، اللي بيطبق قواعد في الحياه ما جربهاش، بس هو عارف ان دي بتنفع. انت ليه عامل مع مراتك كده؟ كل الناس بتعمل كده. طب انت عمرك فكرت ان الطريقه انك تغير الطريقه دي يمكن الطريقه الثانيه دي بنتيجه؟ لا، ما انا ابويا كان كده اصلا. طب ابوك يعني ربع عدل قوي يعني؟ ما انت لا مؤاخذه يعني. انا مره قلت لواحد فعلا صغزني يعني. او ترد عليا تقول لي ايه بقى؟ شوف النموذج الثاني، تقول لي مفاتيح العربيه انت بتخش بقى ماسكهم في ايدك اليمين وانت داخل، غالبا تلاقيك حطيتهم على السفره وانت داخل. شوف مع السفره كده، ده مين ده؟ ناضج، بياخد يدي، بيتفاهم، بيشغل دماغه. انا مش محتاجه. او الطفل يرد عليا، يعمل ايه الطفل بقى ما يرد؟ ارحمني يا رب، ارحموني يا ناس، حرام كل واحد يعمل حاجه يكب على دماغي، انت العيال يكسروا الحاجه ويقولوا تعالى يا ماما، وانت تضيع المفتاح. ايه ده كله ده؟ اه ده الطفل، المشاعر. احنا محتاجين الثلاثه، بس النسبه الحلوه الاب، احنا محتاجين الاب، لان ساعات في مواقف تقول لمراتك خش جوه وتقف تصد انت. هو طلعت ليه اللي بيعمل الحكايه دي؟ بيقول لها اطلعي نشوف ايه اللي فيه وانا قاعد جوه لو عايزاني. انما انا محتاج الاب، محتاج الشخص اللي يحس بالمسؤوليه عن المكان، اللي بيحس انه يواجه الخطر. اي انا عايزه ده. بس 25% من سلوكياتك كده، واغلب اليوم حتى في شغلك 50% خد ودي، واخد بالك، وتفاهم. طب والطفل؟ اه ده الطفل، احنا عندنا طفل جميل عمرنا ما بنطلعه. انا شفت صوره على النت امبارح، انا الحقيقه يعني طبعت نزلتها عشان عجبتني جدا، لان ده الطفل اللي جواهم طلع. ثلاثه اساقفه مش هقول اساميهم، واحد بيعزف على ناي، واحد ماسك كمانجه، واحد ماسك عود، مش عارف عاملين فرق وبيضحكوا. الطفل اللي جواهم طلع. في يوم من الايام في عيلتي كانوا كلهم كبار وانا ولد،
قدرت اطلع الطفل اللي في العيله دي. كان في بنات صغيرين بيلعبوا بحبل، فجيت قلت للكبيره طنط ما تجرب الحبل، ايه بيختشي؟ ما هم اتربوا على كده، الطفل اللي جوه اللي هو نفسه يضحك ضحكه من قلبه، ولو ضحكت حضرتك كركعتي في البيت تروح حط ايدك على بقك وماته بتوطي صوتك. طب ليه؟ لكن الناس تسمع الضحكه. طب ما تسمع الضحكه بدل ما تسمع الصويطه، يعني مثلا ولا صوت الضرب، لا الصوت يطلع. فانا قعدت اتسحلب عليه وانا عندي خالات كتير، لغايه ما واحده وافقت جبنا رجلها انها ايه، قالت للبنت الصغيره ايه، لا بصي تعرفي تعملي ايديكي معوجك يعني مش عارف بتبدلي ايديكي؟ قلت لها ازاي يا طنط؟ قالت لها كده، وراحت قايمه وراحت ابتدت تنط الحبل. ست فوق ال50 ولا فوق ال60. فاختها الثانيه قالت ايه؟ لا لا ده سأوريك حاجه ثانيه. خلال 10 دقائق كانوا كلهم بينطوا الحبل، وفي منتهى السعاده الطفل المخنوق جواهم طلع. احنا محتاجين نطلع الطفل اللي عندنا افري ناو اند ذن. بص يا ناس محترمه كده، جروا ورا بعض، جروا ورا كوره، عملوا حاجات كده حلو، بس قد ايه؟ وايه اللي يطلع؟ 25%. اديكم نموذج صحي، خادم في مدارس احد طالع برحله صبح، ما ينفعش يبقى غير اب، ما ينفعش. اقف مكانك يا حبيبي، تعالى كده. مايكل ما تسيبش كرسيك، يوسف خليك مكان، ما تقومش، اروح ما تروحش، انا مسيطر عشان عايزين نامن الولاد ونطلع، عيال صغيره كلها. فركبنا وقفلنا الاتوبيس، رحت للسواق يا عم جرجس، سوق على مهلك احنا معانا عيال، يقول لي اه ما انا عارف يا بيه وانا صغير برضو انا اول مره اسوق. طيب هتمشي على سرعه كام؟ احنا رايحين من هنا سكه، بنتفاهم ده الايه؟ الناضج بتاعي بيتفاهم معاه، واتفقنا على السعر ولا زياده لا ناقص. رحت هناك الجناين ولا القناطر، رحت عملت ايه؟ قلعت ولبست شورت وجوتشي وجريت في وسط العيال العب معاهم، طلعت الطفل اللي عندي. انا عايز 25% ناضج اب، 50% ناضج، 25% طفل. حضرتك احنا بنعمل، الناس بيقول لنا بيقولوا اعمل كده، كل حدث في حياتك اخر النهار اقعد فيها راجعهم انا في الموقف ده كنت ايه. هتلاقي لو انت لقيت الاب عندك كبير قوي يبقى جوازتك دي هتبقى فيها خطر، او لقيت الاب عندك كبير قوي هتلاقي رجاله تتعب منك جدا. اشتغل عليها، حسين هي محتاجه تعديل في الاداء بس. لا لقيت الدنيا عقلانيه قوي مفيش اب خالص، لا انا محتاج اب، وفي مواقف محتاجه اب. الطفل مخنوق ما بيطلعش اطلعه، حياتي كلها طفل عايش على مستوى مشاعر، احب واكره واعيط ده لا ما ينفعش. صدقوني حل مشاكل دول طريقتين اللي تعرف انت مين. فما تعرف انت مين على طول تعرف مين يناسبك. ميره تحفه، بنت هايله بس مش بتاعتي. هايله فعلا، شخصيه حلوه رائعه، بس انا ما ريحنيش الصنف ده. هي هايله لفلان، فلانه دي قديسه بس غامقه عليا قوي يعني، حد تاني وهكذا. فاذا عرفت انا مين ابقى عندي تقريبا تحديد لشخصيه الشخص اللي عايز ارتبط بيه. خدت دوره بره مصر ازاي اختار موظف، فقال لك اذا ما كنتش، خلي بالكم اللي بقوله، اذا ما كنتش عارف الموظف حتى شكله قبل ما تشوفه مش هتعرف تختار. يعني بقعد انا على ورقه واكتب انا عايز ايه؟ انا عايز شاب عشان الشغلانه دي فيها طحن كتير. انا عايز واحد رياضي لانه هيشيل ويحط مواتير ومش عارف ايه، هيشتغل في الشمس قد كده ويشتغل في التكييف قد كده، هيشتغل ساعات طويله هيشتغل ساعات قصيره، هيبقى ريس كام عامل، والعمال دي نوعيتها ايه؟ عامل سواق. انا رسمت تقريبا ملامحه، فاضل ايه؟ اشوفه بس بعيني. حقيقي لو انت راسم عامل شغلك صح في التوصيف الراجل ده وهو داخل عليك بتعرفه، ومجرد انك انت 5 دقايق كلام. فعشان كده بقول لكم يعني اللي بيروح يعمل انترفيو في حته، هو انت القعده بتاعتك هي بتحط الحته الاخيره، انما هو بيبقى اختارك من على الورق لو انت كاتبه صح او انت بتفكر صح. فانا محتاج هذا، ان انا ابقى عارف نفسي وعارف هختار مين قبل ما اشوفها. انما طريقه ايه؟ البنت دي حلوه شوفها لنا، الواد ده كويس ما تشوفه لنا، ما ينفعش. ده انت لما تشوف الشخص اللي يناسبك هتبقى مستعد تعمل اي حاجه عشان تاخده. كل ده داخل اطار
من الصلاة. ليه؟ لأن مهما كنت عاقل وبفكر صح، فكري ممكن يرشقني في حيطة. أول حاجة أخيرة، طبعا اللي قلنا دي مقدمة الموضوع على فكرة، اختار شريك، الموضوع لسه فيه حاجات كتير قوي. احنا البني ادم ده عربية حنطور، عارفين حنطور؟ في حصان وفي قائد للعربية وفي واحد قاعد ورا. مين دول بالنسبة لنا في العلاقات؟ الحصان ده هو العاطفة، الحب أو الغريزة، الاثنين ولاد عم يعني، حصانين في العربية. ايه دوره؟ هو اللي بيحركني انا من غير عاطفه واشتياقات ان انا احب واتحب، مش هقوم من المكان اللي انا قاعد فيه، ما انا حلو كده ومبسوط وانا لوحدي ومبسوط وانا بعمل اي حاجه، واطلع من الخن بتاعي اتعامل مع ما ارجع في الخن بتاعي. ايه مالك ومالي؟ انا ما عنديش حصان خالص. اللي ما عندوش عاطفه او غريزه تحركه هو عربيه ركنه. ومين اللي فوق ده؟ ده دماغي. الحصان ده ما ينفعش يمشي لوحده، لازم له قائد. لانه ممكن لو سبت حصان ده يرعى، هحب واحده متجوزه، هحب واحده مش مسيحيه، هحب واحد متخلف، هحب واحد مدمن، هرشق في اي حته. لو سبت الحصان يمشي لوحده كتير جدا. انا شفت مره المنظر ده في احد الارياف، كنت بشتغل هناك، واحد راجل سايق حنطور ونام، فالحصان مشي لوحده. الحصان مش مقدر ان وراه عربيه كبيره، مش مقدر ان في واحد نايم، فابتدى رشق في حاجات كتيره وعمل تصرفات كتيره بسبب انك سبته من غير الريد. فاحنا عندنا عاطفه عاقله وعقل عاطفي. فاهمين التعبير؟ طب مين اللي ورا ده؟ الاراده، اللي بينفذ، اللي بيحقق. ما انا ممكن افكر واحلل واقول احلى كلام وبعدين اجي في التنفيذ انا واقع خالص. مين يقول ايوه انا هتجوز البنت دي، بس البنت دي يا حبيبي فيها المشكله فلان، انا فاهم كويس قوي المشكله دي معناها 1 2 3 4، انا عارف وباخد قرارات، والمشاكل دي هتتحل بالطريقه الفلانيه 1 2 3 4، ودي هصبر عليها ودي هعمل فيها كذا. راجل عندك اراده في حياتك. صدقني لو انت داخل كده وبتتكلم زي ما انا بتكلم كده، ما فيش حد مش هيقتنع بيك. لازم، ما دام انا مختار صح ودماغي دي متفرمطة زي الكتاب ما بيقول، واخترت زي الكتاب ما بيقول، وفكرت زي الكتاب ما بيقول، وما عرفت انا نفسي انا مين، هل انا هعرف بشخصيتي اتعامل مع مين في الشخصيات، مع بطرس ولا مع بولس ولا مع يوحنا ولا مع اي واحد من دول، هقدر اتعامل. انما ما انا احب كل الممثلات، ما كلهم يترسمون بشخصيات في السينما تتحب، احب كل الممثلين، ما هم كلهم، انما ده مش واقع. الواقع ان انا في شخص معين ارتاح معاه واعيش معاه وابني معاه عيله. ابني معاه عيله، عيله يعني ايه؟ يعني كنيسه صغيره. فلو ليك فكر معين في الكنيسه هيبان. طيب انا هقف كده، ده موضوع مقدمه يحتاج موضوع تاني وراه اخر، اقول لكم يعني ايه حب، ويعني ايه انواع الحب اللي احنا فيها، والخطوات اللي بنمشي فيها، وازاي تختار، وايه الدوافع الغلط للجواز. احنا عندنا دوافع كتير جدا غلط، وبعد ما نخش على الزواج غلط نرجع نعيط، واحنا ما عندنا تذكره اتجاه واحد ذهاب بس، ما عندناش اياب. ها رائع الاجابه، السؤال ده بيقول لي انا متغير، يبقى هنعمل ايه؟ حد يرد عليه. مش هتجوز الا لما ابقى دماغي ثابته. بص انا بحكي الحكايه دي على نفسي، بس اصبر اصبر بس عشان الحق اديك رد قبل ما الناس بتبتدي تمشي وهيجي لي احباط. البنات دول هم قاعدين مركزين اكتر. بص حبيبي، انا لما دخلت الكليه اول مره، احنا كنا من جيل لسه اختلاط يعني يا دوبك، كنا اخوات، بس اول مره شفت واحده قالت لي صباح الخير يا نبيل، روحت البيت صباح الخير يا نبيل، صباح الخير يا نبيل، صباح دماغي يا نبيل مش يا جميل. تاني يوم واحده غيرها قالت كده، فالله ده انا طول الليل دماغي الكلمه بتتعاد في دماغي اللي قالتها، لان جديد عليا الجو ده. فروحت ناقل العطا، لقيت اللي قالت الثانيه احلى، فمخي ركب في الثانيه. طبعا انا بجرد الموضوع يعني. اليوم الثالث شخص ثالث، اكتشفت الاثنين اللي فاتوا كانوا دمهم تقيل، وبعدين بعد شهر اكتشفت ان الاربعه اللي فاتوا دول اغبياء، وان الذكاء يفرق معايا قوي.
فاخدت قرار، وده الحقيقه في القصه الحقيقيه، ان انا بتغير. لا يا ريس، ما ينفعش اختار وانا بتغير. ليه؟ انا عايز اختار واحده تعجبني النهارده، تعجبني بكره، تعجبني بعد 100 سنه. كلنا بننمو وبننضج، واللي بيعجبك دلوقتي حتى في لبسك. النهارده انا في سني ده ما اجي البس، انا احب البس لبس متناسق، بس عندي حاجه بقت اعلى من التناسق، المريح. انا كنت وانا اصغر كنت البس الصح، ان شاء الله يا رب اكون جزمه طالعه من زوري، مش مشكله ما دام مظبوطه واللون ماشي مع اللون، انما النهارده يهمني اكتر الراحه. احنا بنتغير، كلامك صح 100%. ما تختارش طالما انت بتتغير. ما تختارش. احنا بننضج، ففي مراحل نضج عاليه جدا اللي هي في العشرينات دول، لغايه ما توصل لحس. النهارده اقول لك انت مش كنت مصاحب البت دي زمان وزميلتك دي في الشغل وكنت يعني عاجباك؟ قال لا دي طلعت فاكس، يعني فكك من القصه دي. طب فاكس ايه؟ طب ما هي ما اتغيرتش، انت اللي اتغيرت رؤيتك. يبقى انت بتتغير، يبقى استنى ما تختارش، استنى ما تثبت. الدنيا والزمن والدراسه والعلاقه بربنا بتنضجك، فتبقى اختياراتك ثابته. احلى حاجه بتسمعها من حد متجوز يقول لك ايه، انا لو التاريخ رجع هتجوز نفس الشخص. ليه؟ لان انا ما غيرتش اختيار، مع ان الدنيا غيرت شكله وغيرت ظروفنا وشفنا ايام زنقه، بس ارجع لو رجعت هختار نفس الشخص. ماشي؟ لله انا كل مجد وكرامه للابد امين. اشكركم جدا ومرسي تعبتكم في يوم تاني اكيد. احنا بنشكر دكتور نبيل نصري جدا على الكلمه النهارده وعلى تعب محبته معانا.